تلميذ سنة رابعة ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الأول في مادة التربية العلمية، النموذج الثاني، سنقوم بحله معا. التمرين الأول، أجب بصحيح أو خطأ أم مع تصحيح الخطأ. إذا لدينا عبارات، إذا كانت صحيحة أكتب صحيح، إذا كانت خاطئة أصحح الخطأ، أكتب العبارة الصحيحة تحتها. أولا، أثناء الشهيق يدخل الهواء غني بغاز الفحم إلى الرئة. أثناء الشهيق الهواء الذي يدخل إلى الرئة يكون غني بغاز الفحم. أحسنتم، خطأ. أثناء الشهيق الهواء الذي يدخل إلى الرئة يكون غني، أحسنتم، بغاز الأكسجين. إذا أصحح أثناء الشهيق يدخل هواء غني بغاز الأكسجين وليس الفحم إلى رئتي. أثناء الشهيق يدخل هواء غني يدخل الهواء غني بغاز الأكسجين إلى رئتي. ثانيا، يسلك هواء الزفير نفس مسلك هواء الشهيق. إذن هواء الزفير يسلك نفس مسلك الهواء الشهيق. أحسنتم، خطأ. هواء الزفير يسلك اتجاه معاكس لاتجاه هواء الشهيق. إذا نصحح، يسلك هواء الزفير يسلك هواء الزفير الاتجاه المعاكس لاتجاه هواء الشهيق. يسلك هواء الزفير اتجاها معاكس لاتجاه هواء الشهيق، متعاكسان في اتجاه. الحساسية من الأمراض التي تصيب الجهاز الهضمي. من بين الأمراض التي تصيب الجهاز الهضمي الحساسية. جيد، خطأ. الحساسية من الأمراض التي تصيب الجهاز، أحسنتم، الجهاز التنفسي. إذا أصحح، الحساسية من الأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي. نواصل، ينتقل الدم في دورة مغلقة وفي عدة اتجاهات. الدم ينتقل في دورة مغلقة وفي عدة اتجاه. جيد، خطأ. ينتقل الدم في دورة مغلقة لكن في اتجاه واحد وليس عدة اتجاهات. إذن نصحح، ينتقل الدم في دورة مغلقة وفي اتجاه واحد. هواء الشهيق غني بغاز الأكسجين بينما هواء الزفير غني بغاز الفحم. هواء الشهيق غني بغاز الأكسجين، هواء الزفير غني بغاز الفحم. جيد، صحيح. إذا نراجع، أثناء الشهيق يدخل الهواء غني بغاز الأكسجين إلى الرئة.
وليس غرض الفهم. يسلك هواء الزفير اتجاها معاكس لاتجاه هواء الشاحن وليس نفس الاتجاه أو نفس المسلك. الحساسية من الأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي وليس الجهاز الهضمي. ينتقل الدم في دورة مغلقة وفي اتجاه واحد في عدة اتجاهات خطأ. هواء الشاهق غني بغاز الأكسجين بينما هواء الزافير غني بغاز الفحم. التمرين الثاني، صنف في الجدول الرغامة، المريء، المعدة، القصبتان الهوائيتان، الفم، الماء الدقيق، الرئتان، الماء الغليظ، المنخران، فتحة الشرج. لدينا أعضاء الجهاز الهضمي وأعضاء الجهاز التنفسي. الأعضاء التي تنتمي إلى الجهاز الهضمي نكتبها من هذه الجهة، والأعضاء التي تنتمي إلى الجهاز التنفسي الجهة المقابلة. لدينا الرغامة، أحسنتم، أعضاء الجهاز التنفسي. واصل. المريء، جيد، أعضاء الجهاز الهضمي. واصل. المعدة، جيد، أعضاء الجهاز الهضمي. القصبتان الهوائيتان، جيد، أعضاء الجهاز التنفسي. قصبتان الهوائيتان. الفم، هل هو أعضاء الجهاز الهضمي أم الجهاز التنفسي؟ أحسنتم، هو أعضاء الجهاز الهضمي وكذلك من أعضاء الجهاز التنفسي، إذا نكتبه من الجهتين. الفم من أعضاء الجهاز الهضمي وكذلك من أعضاء الجهاز التنفسي. الماء الدقيق، أحسنتم، من أعضاء الجهاز الهضمي. معي تقل. وصل. الرئتان من أعضاء الجهاز، أحسنتم، التنفسي. وصل. الماء الغليظ، جيد، من أعضاء الجهاز الهضمي. معي المنخران، أحسنتم، من أعضاء الجهاز التنفسي. وأخيرا لدينا فتحة الشرج من أعضاء الجهاز، أحسنتم، الهضمي. إذا نراجع، أعضاء الجهاز الهضمي لدينا الفم، المريء، المعدة، الماء الدقيق، الماء الغليظ، وفتحة الشرج. الجهاز التنفسي لدينا الفم، الرغامة، القصبتان الهوائيتان، عفوا، الفم، المنخران، الفم، الرغامة، القصبتان الهوائيتان، ثم الرئتان. نلتقي إلى الوضعية الإدماجية. يصاب الجهاز التنفسي بأمراض خطيرة مثل الربو والحساسية، ولتفادي هذه الأمراض عليك باتباع قواعد صحية. إليك الرسم البياني للجهاز التنفسي. لدينا رسم الجهاز التنفسي. السؤال الأول، ضع بياناته. السؤال الثاني، اذكر القواعد الصحية للجهاز التنفسي. نعيد قراءة الوضعية. يصاب الجهاز التنفسي بأمراض خطيرة مثل الربو والحساسية. من بين الأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي مرض الربو ومرض الحساسية.
ولتفادي هذه الأمراض، لتجنب هذه الأمراض عليك باتباع قواعد صحية. لدينا رسم جهاز تنفسي. السؤال الأول، ضع البيانات. إذا نكتب بيانات جهاز تنفسي. أولا، أحسنتم، المنخران. وصل، جيد. الفم، وصل، أحسنتم. الغرام، هنا لدينا القصبتان الهوائيتان. الهوائيتان، هنا لدينا، جيد. الرئة اليسرى، أحسنتم. الجهة المقابلة، الرئة، أحسنتم، اليمنى. إذا نراجع الجهاز التنفسي. أعضاء الجهاز التنفسي، المنخران، الفم، الرغامة، القصبتان الهوائيتان، الرئة اليمنى، الرئة اليسرى، ورئة اليمنى باللون الوردي. سؤال ثاني، اذكر القواعد الصحية للجهاز التنفسي. قواعد صحية للمحافظة على الجهاز التنفسي. إذا لنحافظ على الجهاز التنفسي ماذا يجب؟ جيد. أولا، الابتعاد عن المناطق الملوثة. اكتب الابتعاد عن المناطق الملوثة. الذي فيها هواء ملوث. ثانيا، الحفاظ على الجهاز التنفسي. جيد. تجنب التدخين وعدم الجلوس مع المدخنين. تجنب التدخين وعدم الجلوس مع المدخنين. الأشخاص الذين يدخنون السجائر لا نجلس أمامهم. وعدم الجلوس مع المدخن. كذلك ماذا يجب في الحفاظ على الجهاز التنفسي؟ أحسنتم، مثلا ممارسة الرياضة. كذلك ممارسة الرياضة بانتظام. انتظامي. نضيف كذلك تهوية البيت بفتح النوافذ ليدخل الهواء النقي. تهوية البيت، كذلك الغرف الدراسية والغرف هذه بعض القواعد الصحية التي يجب القيام بها لتجنب للمحافظة على الجهاز التنفسي. ممكن إضافة قواعد أخرى. إذا نراجع القواعد، الابتعاد عن المناطق الملوثة، تجنب التدخين وعدم الجلوس مع المدخنين، ممارسة الرياضة بانتظام، تهوية البيت والغرف الدراسية. وهكذا انتهينا من حل الاختبار. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم الجديد. إلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.